طيب تعالوا بقى نشوف ألمانيا الوضع فيها إيه. معنا الأستاذ ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية في فرانكفورت. أستاذ ماجد صباح الخير. صباح الخير يا أستاذة رشا، تحياتي لحضرتك ولكل المصريين في الداخل والخارج. تحياتي لكل المصريين اللي موجودين عندك وبنوجه لهم أحلى سلام وأحلى تحية. أستاذ ماجد، أنتوا النهاردة أعتقد السبت أجازة، فقل لي كده نسب الحضور بالنسبة لمبارح، المتوقع النهاردة إن شاء الله. نسب الحضور طبعا معروف إن يوم الجمعة، زي ما الزملاء الأفاضل السابقين قالوا إن يوم الجمعة يوم عمل رسمي، والناس بتخلص شغلها الساعة 6-7 بيروحوا البيت بعدها. لكن نحب بس نعرف الشعب المصري الانتخابات بتحصل في ألمانيا للألمان يومين، بتكون يوم واحد وهو يوم الأحد، لأن برضه يوم السبت بيبقى نص لقطاع كبير من العاملين في ألمانيا، بيبقى نص يوم عمل، فبرضه بتبقى النسبة هتكون طبعا أفضل بكتير من يوم الجمعة، وممكن نقول برضه هتبقى ضعف بإذن الله هتتضاعف، لكن ذروة الانتخابية هتكون يوم الأحد بإذن الله. وإحنا هنا في مدينة فرانكفورت عاملين إيفنت كبير جدا بندعو المصريين للانتخاب وللاحتفال بعدها على الأغاني الوطنية المصرية أمام القنصلية المصرية في فرانكفورت، وأيضا في مدينة برلين ومدينة هامبورغ بالتنسيق مع زملائي في مدينة برلين الأستاذ علاء ثابت والأستاذ رمسيس وزملائي في كل مكان بنحشد، وهيجي في مدينة فرانكفورت حاجدين كمية كبيرة جدا من الروابط والبدايات، هتيجي علشان نحتفل مع بعض، ننتخبوا ونحتفل كلنا مع بعض بمصر، ونحتفل بمصر الجديدة اللي احنا بنشوفها بتتغير. ومن خلال شاشة برنامجكم العظيم بشكر الجالية المصرية اللي دايما واقفة سند لبلدها هنا في ألمانيا، ومشرفة فعلا كل المصريين في الخارج. أستاذ ماجد، أنتوا بتحتفلوا من قبل ما النتيجة تطلع، يعني أنتوا العملية الانتخابية واخدينها احتفالية جميلة في حب الوطن بأي شكل من الأشكال. نعم، أنا ما بفتح أي شاشة أي تلفزيون مصري بشوف هذه المناظر المهيبة، أولا ببقى فرحان جدا بالمصريين في الخارج، وأنهم فعلا درع هذا الوطن، وأنهم حائط الصد الأول لمصر خارج الحدود. ثانيا برسائل مباشرة لأي حد يشكك في العملية الانتخابية، سواء من الغرب سواء من الشرق سواء من الداخل سواء من الخارج، شوفوا حضراتكم الشاشات، محدش هيدافع عن أي حاجة، الناس هي اللي بتتكلم، الناس موجودة في كل الشاشات في كل عواصم دول العالم، مش هيبقى فيه أي حاجة بعد كده إن حد يشكك في العملية الانتخابية. والحمد لله المصريين هم اللي واقفين صامدين بيدافعوا عن بلدهم. أنا شايف الشاشة قدام حضرتك وشايف المصريين اللي ماسكين الأعلام وهم على الأغاني الوطنية، منظر مشرف، وبإذن الله حضرتك هتشوف الكلام ده النهاردة وبكرة وبكرة. طب أستاذ ماجد، نطلب منك بقى فيديوهات، تبعتوا لنا فيديوهات من هناك. أيوة، بس اسمحي لي برضو أن أنا أشكر حملة مواطن، لأن هي الأساس بتاعتنا هنا للمصريين في الخارج، اللي هي احنا كلنا فيها طبعا، كلنا منضمين ليها من سنين، وبشكر كل رؤساء الروابط والجاليات والجاليه المصريه عموما بوقفتها مع بلدها، وانها دايما موجوده وحاضره في قلب الحدث، ومش محتاجين ان حد ينبههم او اي حد يقول لهم انزل او مش عارفين، هم من نفسهم. احنا عملنا جروبات على الواتساب وعاملين شبكه تواصل، والكل عمال يقول انا جاي، وانا شايف الناس من امبارح، ما حدش بيجي امبارح يا استاذ رشاد، في ناس كانت واقفه الساعه 9:15 امام القنصليه المصريه بفرانكفورت، ونفس الكلام كان موجود في برلين، مع ان الجو برد وبتلاقيه لسه مخلص شغل وجه. نعم، يعني لظروف اساسا مش الصبح. لا انا بتكلم 9 الصبح و9:15 بالليل، انا كان معايا ناس 9 الصبح و9:15 بالليل. انا كنت موجود، يعني شايف كان معايا ناس داخله وناس طالعه، يعني ناس عايزه تبقى موجوده في اول يوم. يعني انا سالتهم طب يعني اخر لحظه جايه تنتخب، قال لي انا نفسي ابقى موجود في اول يوم انتخابي،
وهنيجي كمان نحتفل مع بعض بهذا الأرصد المقرب إن شاء الله. إن شاء الله يعني اليومين النهاردة وبكرة يبقوا يومين كلهم احتفاليات، وإحنا يعني جوانا في مصر كده برضو يعني اللي حصل مع المصريين في الخارج إدى كده دفعة لما المصريين بالداخل شافوا المشهد ده. إحنا خلاص الأسبوع الجاي إن شاء الله هنبتدي إن شاء الله يعني. نعم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وحضرتك بصحة وسلامة. مصرنا الحبيبة بخير وسلام، ومصريين الداخل الخارج هم جزء لا يتجزأ من مصريين الداخل، كل المصريين في كل مكان على قلب رجل واحد خلف بلده. صحيح يا فندم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ ماجد سعد رئيس المنظمة المصرية الألمانية في فرانكفورت.